جميلة جدا هنا، ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. هذه تحية محدثكم فارس عوض، وأتواجد معكم اليوم من كابينة التعليق. فريق ليفربول يواجه ليفربول. عندما يتعلق الأمر بكرة القدم نعرف بأن الوضع يختلف عن بقية الرياضات، وتصبح الإثارة أكبر. تدخل واحتكاك في اللقطة الماضية، في النهاية الكرة إلى رمي التماس. تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. ينطلق بالكرة نحو المرمى، لكن الخطورة لا تستمر بعد الآن وتنتهي المحاولة. أضاع الكرة. كريستيان بوليسيتش. جيسي ليغارد. يستعيد الكرة بهذا التدخل. الحكم يقرر إتاحة الفرصة أمام ليفربول. ضربة حرة تحتسب هنا بعد إتاحة الفرصة في البداية. فرصة للتقدم في المباراة. الله على الكرة، استخلاص وتدخل ممتاز. كريستيان بوليسيتش. أول أهداف في المباراة، يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور الآن بمنعطف آخر. مواجهة تشتعل في هذه اللحظات. راح نشوف إعادة الهدف، واللي بدأ بكرة عرضية مثالية وإنهاء جميل بكرة رأسية في المرمى. هدف في منتهى الروعة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. جيسي لينغارد. في مباراة توقفت كثير، الحكم يقرر احتساب 5 دقائق كوقت بدل ضايع. جد فرصة للتعادل، الكرة للتعادل الآن. مستحيل، الكرة في المرمى، وينجح ليفربول في تعديل الكفة ويعدل النتيجة. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، والنهاية اللي كان سهل جدا بالتأكيد لأنه قريب من المرمى ومتمركز بشكل سليم. صافر الحكم المباراة، تنهي شوط المباراة الأول، والآن يذهب الفريقان لاستراحة قصيرة، نعود بعدها لاستكمال المباراة. ليفربول يعلن عن بداية الشوط الثاني. ضربة حرة لليفربول. خرجت الكرة وضربة مرمى. جيسي لينغارد. حلوة البينية العالية. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. كريستيان بوليسيتش. استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. بيعدي وبيمر بالكرة. تدخل سليم ويبعد الخطورة. تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. كريستيان بوليسيتش. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة، بحثا عن مساحة في دفاع الخصم. كرة متاحة للتسجيل. يا رب، الكرة في المرمى. الكرة تحرك الشباك، تحرك المدرجات. متابع إعادة الهدف،
ونشوف القوة الكبيرة في التسديد، قوة لكن كان فيها دقة، فيها توجيه أيضا تجاه المرمى. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. 8 دقائق تفصل عن نهاية اللقاء. حلو التدخل واعتراض الكرة. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة. شوف بدل ضايع. تنطلق الصافرة الآن معلنة عن فوز أصحاب الأرض. مباراة كانت قوية والانتصار فيها لم يكن بالشكل السهل، وفارق الهدف هو ما حقق الفوز في النهاية. مباراة كانت مثيرة جداً.